السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي من الريفت في اناليسز هنروح لانسايت، هنلاقي اللايتنج. نقدر نختار بقى run new analysis مثلا واقول له جو، فبيبدأ يقول لي النوع الاناليسز اللي انت عايزه. فبتبدأ تشوف بقى هل انت عايز ليد، هل انت عايز سولار اكسس، زي ما انت عايز تختار. هل انت عايز كل الليفلات تمام ولا ليفل معين تمام، وليكن مثلا كل الليفلات، التاريخ اللي انت عايزه، سكاي موديل، الديت اند تايم، السولار داتا وهكذا، والاضاءة اللور والابر بتاعتها تمام. وبعد كده بيقول الريزوليوشن الافيلابل اديوكيشنال اللي هي الترخيص او الكلاود كريدت، فبقول له تشيك برايس هيحتاج فلوس قد ايه، فبيقول لي زيرو، فبقول له ستارت اناليسيز. بيقول لي الموديل بيتعمل له ابلودنج، ما تقفلش المشروع لحد ما يخلص الداتا. فبتستنى شوية، هو بيطلع الموديل على الكلاود. لو انت دخلت على الاوتوديسك انسايت 63 هتلاقي الكلاود بتاعك، وتلاقي المشروع بيتعمل له اناليسيز. فخلينا نستنى شوية. بيقول لك سيف بروجكت، فبيقول لي ان التحليل اكتمل، فبقول له اكسبت واشوف ايه التعديل اللي حصل. طيب خليني اعمل اكسبورت للمعلومات اهوت، بقول له اكسبورت واصدر الملف اللي هو ابلوت اون سات 62 والاكس ام ال فور داينامو ريزولت واكسل والاس دي اف ريزولت واس دي اف فايل اكسبورت، واقول له مثلا صدرهم لي على الديسكتوب. وهيطلع لك لايتنج اناليسيس ريزولت سامري، فيبدا يجيب لك بقى التوتال قد ايه والقيمه قد ايه وكده. تقول له اوكي، وهفتح بقى دور دور. مثلا الدور دوت هلاقي ان هو بدا يدي الوان. طبعا اللون الاصفر ده اللي هو درجه حراره شديده جدا او الشمس داخله بشكل قوي اهوت، الاكسس وهكذا، وده اقل واقل وهكذا. طيب ممكن لو احنا عايزين نغير الاناليسيس ديسبلاي سيتنج دي اديت، ده اللي هنا ممكن تقول له انا مش عايز اشوف، ممكن تقول له فيزابل مثلا اهي، ممكن تقول له الستايل، تقدر تغير الستايل او نفس الستايل تقول وريني جريد لاين، وريني الكونتور والكالر، دي الالوان ممكن تغير فيها زي ما انت عايز. الليجند ممكن تقول له انا اشوف الاسماء والديسكريبشن. طبعا تقدر تختار اي واحده من دول، في عندنا كذا واحده من الليد، وفي حاجه خاصه بالستايل تقدر تعمل حاجه جديده، تعمل دوبليكيت زي ما انت عايز. اه احنا قسمناهم لجريدات بالشكل دوت اللي هي ديت ريشو جريد. هنا الديفولت اللايتنج اناليسيس ديفولت، وطبعا ممكن تخش في الفي في في الاناليسيس تقول له شو اناليسيس، لو انت عايز يعمل يظهر لك الاناليسيس بتاعت السبيس والسيرفيس والزون. تعال ندخل هنا، هنلاقي في الاسكادوال عامل لي حاجه خاصه بالفلور، كل دور بيقول لي المساحه بتاعته قد ايه، والفلور اريا انكلود داي لايت قد ايه وهكذا، والصن قد ايه وهكذا. وهنا بقى غرفه غرفه بيبدا يظهرها معانا، ده الليفل، ده النيم، ده النمبر، ده الاريا، ده انت عايز يظهر في الداي لايت ولا لا. يعني لو انت مش عايز اللون يظهر ابدا تشيل من قدامه العلامات ديت تمام. عايز يعتبر ان في شيدنج موجود، تقلل دخول الشمس، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل حساب بتاعتها وهكذا. ودي بقى بقية التحليل للمساحات وهكذا لكل منطقة فيها. كل منطقة فيهم تقدر تعمل سيلكت وتقول له هايلايت ايه موديل، فيبدأ يعمل لك عليها زوم وتشوفها تمام. بس دي طبعا اللوحة العادية، انت ممكن تيجي هنا تشوفها بشكل ادق. ممكن نيجي هنا مثلا نقول له ان احنا عايزين نغير الطريقة بتاعت العرض مثلا،
تمام. يعني ممكن نختار مثلا حاجة زي كده على هيئة ماركر سيركل مثلا أو سكوير أو ترانجل، وأقول له يظهر لي لو في ليبل يظهره بالشكل دوت. الكالر تبدأ تتحكم فيه، الليجند هيبدأ يظهر البيانات على هيئة نقط زي ما احنا شايفين دلوقتي، هتبان اكتر لما نعمل زوم. نلاحظ ان الرقم هنا الحجم بتاعه كبير فمش باينة القياسات، تمام. فانا ممكن اجي اعمل سيلكت عليه، طيب ممكن اجي هنا نختار بس مقاس للكتابة اصغر بحيث ان الكلام يبقى مفهوم، فهاجي هنا edit وهبدأ اقول له التكست هنا 3.8. طيب اعتقد ده اصغر سنة، بس محتاجين ان احنا نعمل واحد تاني يكون مقاسه اصغر. تمام، بدأ الكتابة تكون مقرية شوية بس أنا محتاج إني أصغرها أكتر. تمام، أنا صغرت من السايز هنا، تمام. أو هنقول على طريقة تانية برضه، لو احنا عايزين نصغر التكست من غير ما اغير السايز بتاع اللوحة، تمام، ان انا اجي هنا من قائمة مانيج هتلاقي عندك هنا التكست ستايل، او خلينا من انوتيت هنروح للتكست، هنلاقي هنا التكست 2.5، فاقول له دوبليكيت اعمل لي واحد 1 اوكي، واقول له ده خلي التكست سايز بتاعك ب1 اوكي. ومجرد ان انا اعمل سيلكت على الاناليسيس ديت خلي نجي لها من هنا، اقول له انا عايزها 1 فيبدأ يصغر لي التكست، تظهر معايا بالشكل ده.